عشان ايه؟ عشان اللاعبين اللي موجودين في الملعب لاعبين مجتهدين، مش اللاعبين اللي موجودين في الملعب. لعيبه النادي الاهلي لعيبه مجتهده، لعيبه بتموت نفسها، لعيبه بتحاول على قد ما تقدر ان هي في تمرينها او في مبارياتها ان هي ترضي ربنا. انا باخد فلوس فبشتغل بالفلوس دي، وفي نفس الوقت انا بلعب باسم النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي، الفرقه اللي بتلبس احمر دي، اه هو النادي الاهلي. ففارق كبير جدا جدا ما بين لاعب النادي الاهلي واي حد تاني. انا اسف، انا لعبت في النادي الاهلي وعارف الكلام اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم ده، لعبت في النادي الاهلي وغير النادي الاهلي، فانا عارف الكلام اللي انا بتكلم فيه ده وعارف كويس جدا انا بقول ايه. فخدوا بال حضراتكم، تنويم مغناطيسي في البدايه، مبروك خدتوا الدوري خلاص يا عم، كل الفرقه بتتغلب وانتوا اللي بتكسبوا، ادي اول نقطه. تاني نقطه، يا عم رمضان صبحي عامل نفسه مصاب بس عشان قلقان من كهربا، والقطع في رجله قد كده شويه ملي وشويه، مش انا اللي بقول، دي الاصابه، دي الاشاعه اللي بتقول كده مش انا. اصل لعيبه الاهلي تذمر تذمر واحباط ايه؟ اشمعنى يوم الاربع من الساعه 3 4 الظهر كده لغايه دلوقتي؟ اشمعنى؟ هو ما حدش تذمر امبارح طيب؟ ولا اول امبارح؟ ولا ما حدش تذمر يوم الجمعه بالليل لما اعلنوا عن كهربا؟ ولا السبت بالليل لما اعلنوا عن كهربا؟ فخدوا بال حضراتكم ده اللي بيحصل. ولعيبه النادي الاهلي رجاله ما تقلقوش، لعيبه النادي الاهلي لاعبين رجال وعارفين كويس جدا هما بيعملوا ايه، وعارفين كويس جدا جدا ان الفتره القادمه وشهر الشهر الرمادي ده، انا بسميه دايما الشهر الرمادي اللي هو ولا ابيض ولا اسود، لانه ممكن جدا يتقال اسماء يقول لك اسلام ماشي، محمد ماشي، علي ماشي، حسين ماشي، او حسين جاي، او اسلام جاي، او محمد جاي، ولكن محدش عارف حاجه، محدش لسه حتى هذه اللحظه عارف مين اللي هيمشي ومين اللي هيجي اذا كان في حد هيمشي. هي دي كره القدم، دي رؤيه جهاز فني، ممكن الجهاز الفني يجي يقول لك هو اسلام اللي هيمشي. هي دي الكوره، وهو ده اللي احنا اتعلمناه داخل النادي الاهلي. ففي البدايه تنويم مغناطيسي مش هيجي مع جمهور النادي الاهلي. تاني حاجه، سكريبتات واحده، سكريبتات واحده بتلف على البعض، كلها بيتقال فيها ايه؟ اصل ده اصابه سياسيه. اصابه رمضان اصابه سياسيه. سياسيه رياضيه يعني، بمعنى ان هو موضوع ان هو زعلان. وده ما حصلش. تالت حاجه، تذمر واحباط من مش عارف الفلوس اللي اتدفعت وكذا وكذا، ما حصلتش، لان كل لاعب في النادي الاهلي عارف كويس جدا ان كهربا جاي فئه اولى. اعتقد، انا هتاكد، حاولوا تاكدوا لنا يا جماعه من المعلومه دي لغايه لما، لكن لعيب دولي ولعيب كبير وبتاع، فمن حقه. ففئه اولى مع مين؟ مع فلان وعلان ودردان، وهم دول، هم دول الاسماء اللي بيتحطوا فئه اولى. فلما تيجي تاخد الباكج كده هتلاقيه تنويم ضرب في النادي الاهلي، تنويم مغناطيسي ضرب في النادي الاهلي، ثم تفرقه، أو بيحاول يفرق ما بين اللاعبين والصفقة الجديدة للنادي الأهلي محمود كهربا. يعني تنويم مغناطيسي النهاردة، النهاردة، النهاردة بس. لكن التنويم المغناطيسي بدأ من يومين ثلاثة لما نادي الزمالك اتغلب من نادي طلائع الجيش. قال لك مبروك يا عم خدتوا الدوري، مبروك. تاني حاجة، الإشاعات اللي بتتقال على موضوع رمضان صبحي وإصابته السياسية. تالت حاجة، التفرقة ما بين صفقات النادي الأهلي الجديدة وما بين لاعيبة النادي الأهلي. التلات حاجات دول هم دول التلات حاجات المهمين جدا 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 لحضراتكم، وأنا متأكد إن حضراتكم واعيين وشايفين الموضوع بشكل كويس. طيب، خلينا اوري حضراتكم تقرير عن اصابات النادي الاهلي، ايه اللي حصل في النادي الاهلي في اليومين اللي فاتوا. هنطلع نشوف تقرير عن اصابات النادي الاهلي، وهرجع اتكلم بسرعه عن هذا الموضوع، لان النهارده عندي فقره اولى وفقره ثانيه. الفقره الاولى دكتور احمد ثابت هتكلم معايا عن
اهميه صفقه كهربا بالنسبه للنادي الاهلي، مش اهميته بالنسبه للفلوس ولا لا، اهميته فنيا بالنسبه للنادي الاهلي. وكهربا عمل ايه قبل كده؟ وكهربا عمل ايه هيعمل ايه الفتره اللي جايه؟ طب كهربا مطلوب ليه او طلب او المدير الفني كان عايزه ليه الفتره اللي فاتت؟ وبيوظفه فين؟ فكل ده هنشوفه بس بعد ما نشوف هذا التقرير، تقرير عن اصابات النادي الاهلي، ونرجع نتكلم بسرعه.